إذا مشاهدي قناة شوف تي في، فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي برنوسي بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة صباح اليوم الأربعاء 4 غشت، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب جريمة قتل في حق أحد الأصول. وكانت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية قد باشرت صباح اليوم الأربعاء إجراءات معاينة جثة الضحية البالغة من العمر 60 سنة والتي تحمل آثار اعتداء بالسلاح الأبيض باستعمال أداة حادة بمنزل العائلة بحي السلام بالدار البيضاء، في حين تشير المعطيات الأولية للبحث إلى الاشتباه في تورط ابن الضحية البالغ من العمر 32 سنة وهو من ذوي السوابق القضائية ويعاني اضطرابات نفسية وعقلية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إيداع جثة الهالكة بمركز الطب الشرعي رهن إشارة التشريح الطبي، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه وإخضاعه للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. مشاهدي قناة شوف تي في، فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوسي تفتح بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب جريمة قتل في حق أحد الأصول. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، لحدود الساعة لا زال البحث جاريا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ولحدود الساعة لم يتم القبض على الجاني واللي قام بقتل الأم ديالو والتمثيل بالجثة ديالها بعد ما قطع رأسها وخرج به من الدار. لحدود الساعة لا زال البحث جاريا، رجال الأمن كيقوموا بالعمل ديالهم، وجثة الهالكة الآن راه في المستودع ديال الرحمة مستودع الأموات في انتظار ما سيسفر عنه بحث الشرطة القضائية بمنطقة سيد البرنوسي. سمعنا عدة شهادات من ناس ساكنين، من الجيران، من العائلة، من الأخ، من العائلة كلها. لحدود الساعة لا زال البحث جاريا. مشاهدي قناة شوف تي في، نخليكم على أمل أن نلقاكم في مباشر آخر بإذن الله.